صباح الخير مشاهدينا، بكل حب وتقدير بدي وجه تحية خاصة لبيروت الجميلة وللجنوب الغالي وبعلبك التاريخية وشمال الأبي ولكل منطقة بلبنان فتحت أبوابها أمام أهلنا وناسنا. لأهلنا الصامدين بدي أقولكم أنتم رمز الشجاعة والإرادة، بكل تحدي عم بتواجهوه عم تبرز قوتكم وعزيمتكم أكثر وأكثر. أنتم منارة الأمل بالأوقات الصعبة وصمودكم بيشسد روح لبنان. نرفع أكف الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يفرج عن أهلنا ويمنحهم القوة والصبر على كل ما عم بتواجهوه من صعوبات. ولشهداء الصحافة اليوم مشاهدينا اسمحوا لي أني وجه تحية لروحهم، وجه تحية لدمائهم اللي فدت وعم تفدي وعم تسقي أرض الجنوب وأرض لبنان كله. بدي أقول لكم أنتم رمز الشجاعة والإصرار على نقل الحقيقة، بفضلكم وبفضل تضحياتكم عم نشوف العالم بوضوح أكبر وعم بتسلطوا الضوء أكثر وأكثر على إجرام هالعدو الغاصب، وعم بتعرفونا على قصص وتخبرونا وترفعوا الصوت لكل الناس اللي ما إلن صوت وما عم بيكون إلن صوت، ولكن بصوتكن عم بتخلوا الصوت يبقى عالي أكتر وأكتر. دفعتوا ثمن كتير كبير وثمن باهظ جدا من أجل الكلمة الحرة. لشهدائنا وزملائنا وأحبتنا بدي إلكن رح تبقى ذكرتكن حية بقلوبنا، ورح نستمر ورح نكمل برسالتكن بإلهام الأجيال القادمة لنتعلم كيفية الدفاع عن هيدا الوطن وعن هيدا الأرض، ولنبقى دايما صامدين بأرضنا وما بيقدروا لا يسكتونا ولا يوطوا صوتنا ولا يمحونا. فتحية لكل شهدائنا وزملائنا وتحية لأهلهم، والله يصبر الكل، أنتم فعلا أبطال. بهيدي الحلقة اسمحوا لي رحب بضيف النائب الدكتور عبد الرحمن البزري، أهلا وسهلا فيك معنا. صباح الخير لك، وحقيقة وتحياتنا كمان من ضمن تحياتنا لتحياتك أول شيء لكل شهدائنا، بنبارك لهم ومنحييهم ونعتبر أنه هو شهداء الوطن وشهداء القضية. ولكل أهلنا يلي إما صامدين وإما أيضا يصمدون من خلال ترك مناطقهم، بنقول إن إحنا نقف إلى جانبهم ومنحييهم. ولكل أهلنا يلي عم يستقبلوا أهلهم، لأنه أنا اليوم مستعمل مصطلح وبتأمل نستعمله كنا بالإعلام، لا يوجد نازح داخل لبنان، يوجد ضيف. يعني عادة النازح بينزح لما بيترك منطقة لمنطقة غريبة. نحن كلنا أهل، مثل واحد نقل من بيت خي لبيت خي أو من بيت أهل لبيت أهل تانيين. فمن أقدم تحية، وبعدين اليوم حقيقة نقدم تحية خاصة لشهداء الصحافة اللبنانية، ومنعتبر أنه الصحافة بلبنان هي أحد عناصر القوة، وهذه العناصر القوة اليوم تم استهدافها، وهذا بفرج أنه العدو الإسرائيلي هو لي يضرب عشوائيا ويدمر، لكنه أحيانا عنده يختار عناصر القوة في لبنان أيضا ليستهدفها أكثر. واستهداف الصحافة اللبنانية هو جزء من ضرب هذا البلد المتميز والمتنوع واللي فيه بعد حرية فكرية تستطيع أن تعبر عن كل الآراء اللي بتوافق عليها واللي ما بتوافق عليها. فعلا فعلا، يعني اليوم هيك خبر ومنا صدمة، لأنه نحن تعودنا على أساليب هيدا العدو، ولكن بتحس أنه بوقت من الأوقات هالشباب وهالصبايا اللي تركوا بيوتهم وتركوا أهلهم وحطوا دمهم على كفهم مثل ما بيقولوا عم يدفعوا اليوم هيدا الضريبة، ولكن مستمرين إن شاء الله. إن شاء الله مستمرين، وإن شاء الله شهدائنا وبطولاتهم ومشاهدينا وتضحياتهم إن شاء الله كلها بتتكلل بالآخر بأنه لبنان يبقى منيع ومعتز وناص ومنتصر يا رب. هيدا اللي بنطلبه. بدي أشكرك على التوضيح على فكرة نازح، يعني اليوم هيدي الكلمة بتحسها تقيلة قدام أهلنا اللي فعلا هن ضيوف. اليوم حضرتك جاي من صيدا، اليوم تحية للجنوب الغالي، تحية لصيدا، تحية للبنان ككل يعني اليوم، والله يحميكم ويحمي الجميع. إذا هيك شوي بدنا نروح لموضوع اليوم، نحن اخترنا مع حضرتك الحلقة لكرمال أهلنا اللي متواجدين بكل الأماكن، بمراكز إيواء، بالمدارس، لحتى نضلنا منتبهين لنظافة، لعدم تفشي خليني أقول الأمراض والأوبئة. ولكن بداية خلينا هيك شوي نحكي عن الحالة اللي عم نعيشها دكتور عبد الرحمن، من ضيافة أهلنا، مراكز الإيواء، حتى من صيدا في أشخاص تركوا وراحوا لمناطق تانية. خلينا بداية نقول أنه اليوم
لبنان يتعرض لعدوان، هو عدوان على كل لبنان، نعم. صحيح يستهدف مناطق أكثر من غيرها، يستهدف مواقع أكثر من غيرها، لكنه عدوان على كل لبنان. وممكن ما في محافظة بلبنان وما في قضاء تأمي يعني استثنية من هذا العدوان، عدوان صح. لكن لذلك فهو لخلينا نطفئ نسميه أنه هو عدوان على كل لبنان. نقطة تانية، ما في شك أنه أهلنا في الجنوب وأهلنا في البقاع وفي بعلبك وعلبك الهرمل تحديدا وغير مناطق وفي الضاحية هن اللي عم يتحملوا يمكن العبء الأكبر من هذا وتداعيات هذا العدوان. صح. لكن هذا يعني أنه لبنان كله يجب أن يكون معلي. ليه؟ لأنه اليوم الخطر على لبنان هو خطر ثلاثي الأبعاد. البعد الأخطر واللي بنعرفه واللي مفروض متعودين عليه وما بنستغربه هو بعد العدوان الإسرائيلي والعدو الإسرائيلي الذي لن يألو جهدا ولن يألو مناسبة وبنى مناسبة إلا ما يعمل عدوان على لبنان. الخطر الثاني هو خطر انهيار المؤسسات واللي عم نعيشه. نعم. لأنه هلأ بس نحكي عن الإغاثة والجهود وكذا، بنلاحظ أنه 70 أو 80% منا هي جهد مجتمعي تضامني بين المجتمع اللبناني، وبالتالي نحن ندفع ثمن انهيار المؤسسات وفشلنا في بناء الدولة القوية والقادرة والعادلة، وعم ندفع ثمن الأزمات طبعا السياسية المتتالية. الخطر الثالث واللي هو كتير مهم يجب أن نستقل فيه هو ما يسمى تماسك النسيج الداخلي اللبناني. صح. من هون يمكن يجب نركز نحن على أنه اليوم لما نحكي عن استضافة أهالينا بالمناطق يجب أن نحافظ أيضا على شغلتين. أول شغلة يعني هنالك تفاعل أهلي إيجابي بشكل كبير بذكرنا بالوحدة الوطنية اللي نحن دائما نسعى ومنطلبها. طبعا. للأسف هيدا التفاعل الوطني لم يترجم على المستوى السياسي، يمكن أنا سياسي وغيرنا، لكن لم يترجم وللأسف على المستوى السياسي، ومن واجبتنا أن نترجم هذا التفاعل الوطني على المستوى السياسي وأن نثبت ما يسمى هذه الجبهة الداخلية اللي عم بتئن تحت تأثير اضطرار 1.2 مليون، 1.5 مليون، لأنه الإحصاءات الموجودة عند الدولة هي إحصاءات بعتقد بعد كتير قليل مقارنة بما يحدث، وواقع انتقال من مناطق إلى مناطق أخرى للاستضافة واضطرار أن يجدوا مكان يناموا فيه ويدلوا فيه ويقعدوا فيه. هذا يؤدي إلى تأثر غير يعني ما فينا نستقل بتداعياته المجتمعية، تداعياته الاقتصادية، تداعياته السكانية. من هون كتير مهم أنه هذه المرحلة أو هذه المرحلة من الحرب، لأنه الحرب في جزئين منها، في جزء الصراع مع العدو، في جزء الدبلوماسية ضد العدو، وفي جزء اللي بيسموها هي الجبهة الداخلية. اليوم نحن أنا وياك حنجرب نركز على هذه الجبهة. طبعا 100%، وكلام عن جد حلو بكبر القلب، لأنه اليوم مثل ما حضرتك ذكرت بالسياسة في أمور وفي قصص يجب هيك الأكثر إسلاط الضوء عليها، أو خلينا نعمل خطة جديدة لتعديلها. ولكن اليوم الجبهة الداخلية كتر خير الله صامدين ومتعاونين جدا، وبدنا هيدا البدنا بدنا نسهل كمان واقع التعاون ونجعله يعني نجعله أوطان، خصوصا أنه ما حدا بيعرف بعد ما هي المدة التي سوف يأخذها هذا العدوان. بالضبط 100%، وهيدا هو اللي مطلوب منا. ذكرت أمور اليوم نركز أكثر، نبعدك شوي عن السياسة ونرجع نفوت أكثر بأهلنا المتواجدين بأماكن أو مراكز الإيواء وبالمدارس. اليوم شو بدنا نعطي هيك من النصائح؟ شو بدنا نبلش بالكلام لتفادي؟ يعني اليوم خطة مسبقة للوقاية بدها تكون. خلينا نقول بالأول فينا نحكي أنا وياك عموميات وشعر. نعم. لبكرة. بالضبط. لكن خلينا نحط قد ما في عنا وقائع وأرقام بين إيدينا. نحن بنعرف أنه اليوم بمراكز ما سميت مراكز الإيواء اللي هي استضافة الناس بأماكن عامة. طبعا. ومعظم هالأماكن العامة هي مدارس، قسم منا بعض الأبنية، لكن في قسم منا في مؤسسات وجمعيات تبرعت أيضا بأبنيتها. يقدر أنه حجم اللي اضطروا أنه إلى الذهاب إلى هذه الأماكن هو تقريبا 20% أو أقل، يعني أو أقل من 30% أكيد، 20% من الناس اللي اضطروا يتركوا بيوتهم. فإذا نحن إذا عم نحكي عن 1.2 مليون تركوا بيوتهم، معناتها عم نحكي عن حوالي 200 ألف وشوي موجودين. نعم. لذلك التركيز على هذه المراكز كتير مهم. أول شيء 200 ألف حجم كبير،
ثاني شيء الناس قاعده بمراكز هي اساسا غير مخصصه للسكن، صح، غير مؤهله اصلا، وبالتالي حسب مستواها لهالمراكز وحسب واقعها قبل ما ينتقلوا عليها قد تحتاج الى عده متطلبات. وهلا بنحكي فيها لانه انا من الناس اللي بعمل جوله على المراكز وبشوف وعم بتشوف وعم بشوف شو في على الارض بهدول. لكن في مشكله ثانيه بدنا ننتبه لها، انه حركه ترك الناس ارضها كانت هي بلشت من فترة عدة أشهر لكن ازدادت بالشهر الأخير، صح. فمعناتها لما نحكي عن ترك مليون أو مليون ومئتين ألف، معناتها الغالبية العظمى منهم موجودين بشقق، بمكاتب، ببيوت، يمكن بمخزن، بدكان، بمستودع، ما حدا يعني الناس منهم مع اهلهم، ناس منهم ما لهم علاقه يعني بالمنزل الموجودين فيه، يمكن مستاجرينه، يمكن حدا سمح لهم، حتى يمكن قاعدين مع ناس ما بيعرفون يعني ما بيعرفون، يمكن حدا اذلهم يستخدموه والى اخره. لذلك هون كمان بكون في عنا صعوبة لوجستية حقيقية بالوصول إلى هذا العدد، لأنه أنا امبارح عم بقرأ على تقرير الوزير ياسين، تقرير الوزير ياسين اللي بيقرأ اقرأ تفرح جرب تحسن، ليس مش إنه لأنه الدولة ما عم تعمل، لا الدولة عم تعمل حتى ما نقول نحن بالهدول، لكن واضح جدا إنه يعني ما فينا نسهل الأمور هالقد، لأنه نحن كمان اليوم 90% إذا مش 100% من استمرار اعتمادنا على قدرة حماية الجبهة الداخلية هي المساعدات اللي بدها تجينا من الخارج. طب هالمساعدات بدها تجينا بالخارج بحاجة إلى إحصاءات، بحاجة إلى واقع حقيقي، بحاجة إلى ترجمة حقيقية لهذا الواقع. وهون منبلش نقسم المشاكل. في شيء اللي أنا وياك أكيد وأنت بدك إياني من شأنه هو الواقع الصحي بالدرجة الأولى طبعا. بعدين عندنا الواقع الاجتماعي والغذائي، عندنا الواقع التربوي، بعدين عندنا الواقع الأهم وهو الواقع ما يسمى يعني كيفية استيعاب وامتصاص ردود الفعل اللي بتصير نتيجة الأحداث السياسية والتأثيرات السياسية المختلفة، صح، وتأثيرها على واقع، صح، المناطق اللي فيها كثافة عالية من اللجوء. وأنا بمثل مدينة اللي هي صيدا عاصمة الجنوب اللي بتفتخر أنه عاصمة الجنوب طبعاً. مدينة تعودت على استقبال الناس يعني بال2006 بعناقيد الغضب، بالتحرير، بمواجهات سابقة، مدينة تعودت على، ولذلك تملك ربما مجتمع الأهلي يملك قدرة على التعامل مع البلدية، يضرب قدرة على التعامل حتى مع مؤسسات الدولة رغم ضعف إمكانياتها، وبالتالي تشكل في معظم الأوقات نموذج جيد لآلية التعامل مع استضافة الناس اللي بيجوا لنا. 100% الكلام اللي عم تحكيه، بس لأرجع شوي لموضوع الخطط المسبقة، يعني اليوم عم نشوف الدولة كيف عم تشتغل والحكومة وهالخلية اللي عم تشتغل، قديه في معنا وقت؟ يعني اليوم اللي بزعل انه ما في وقت يعني لحتى نضيعه، في خطط لازم تكون مسبقة دكتور عبد الرحمن. يعني اليوم مثل ما أشارت النزوح صار، أو خليني أقول الهجرة أهلنا أو نقلهم لأماكن، صار بطريقة مخيفة جدا، وحتى من مبارح وقبل مبارح بين دقيقة ودقيقة وساعة وساعة عم بيصير في يعني انا بتجربتي خطر على مناطق وفلو. انا بتجربتي الشخصيه يعني انا منزلي بصيدا على الطريق العام، ما بحياتي شفت حركه باول يومين اول 48 ساعه بهذه المشهد عن جد. صحيح. لذلك بعتقد انه لحتى ما نلوم حدا كثير، يعني كل التوقعات لم تكن تتوقع هذا الحجم، صح، من الخروج الكثيف بوقت قصير كتير. واحد اثنين، خطة الطوارئ، نحن عندنا خطة طوارئ وطنية في لبنان، وخطة طوارئ وطنية في لبنان وضعت منذ سابق عهود المجالس السابقة، وتحديدا على إذا بدك أول خطة وضعت على المستوى الوطني وتم مناقشتها أيام الوزير محمد أباني، كان النائب محمد أباني كان رئيس لجنة الأشغال العامة. ليه؟ لأنه لما اعتبروا الخطط الطوارئ ما أخذوا فقط الطوارئ الصحية، أخذوا طوارئ الحروب، طوارئ الزلازل، طوارئ العناصر الطبيعية، طوارئ الأوبئة أو غيرها، وجربوا أنه يعملوا خطة متكاملة بتفوت فيها أكثر من عنصر اللي هن بنسميهم ستيك هولدرز، يعني الوزارات، الإدارات وغيرها، المجتمع أو العناصر اللي بدها تساعد فيها، ولكن تغير بعض تفاصيلها
أو جزيئاتها بناء على طبيعة الحجم الكارثي أو حجم الأزمة اللي عم نواجهها. بالحروب لها طبيعة تختلف، صح. بالعناصر الطبيعية لها طبيعة تختلف. فإذا الخطة، هذه الخطة نوقشت، استفدنا منها، هذه الخطة نوقشت بالمجلس الحالي، تمام. واجا الوزير ياسين واجت الحكومه وكل الوزراء المعنيين، يعني وزير الصناعه قال شو بيعمل، وزير الزراعه قال شو بيعمل، وزير الصحه قال شو بيعمل، وزير الداخليه، وزير الاشغال، وكلف الوزير ياسين بهالملف لسببين. اولا وزير ياسين يعني عند كونه اكاديمي عنده قدره على التنظيم وغيره. النقطه الثانيه وزاره البيئه على اهميتها، على اهميتها، هي منا وزاره تنفيذيه، لذلك بهذيك اللحظه، بهذيك اللحظه بلحظه الازمه لن يكون مضطر انه يكون بوزارته عم يديرها، يعني ممكن يكون عم ينسق اداره الوزارات. ونوقشت الوزارة ووضعت خطة، وضعت هذا، لكن الخطة على الورق هي خطة جيدة، نعم، بس تنفيذ على الأرض، لكن التنفيذ على الأرض كان عنده دونه عوائق. العائق الأول هي ربما ما أنت لما بس تحط خطة بدك تحط سيناريوهات محتملة. بعتقد يمكن ما حدا للأسف قرأ هذا السيناريو بهذه السرعة، بهذه السرعة، يعني كانوا قارين انه في سيناريو ممكن يصير فيه ترك منازل وكذا، بس مش بهالسرعة، لكن ما حدا نتوقع بهذه السرعة. وثاني شيء ما حدا نتوقع يمكن التوسع، رغم نحن تجربتنا وتعودنا على عدوانية العدو الإسرائيلي، يمكن ما حدا توقع توسع هذا العدوان بهذه السرعة. اثنين، في عناصر ما كانت بإيدنا أو كانت بإيدنا ما أحسننا استخدامها، هي الإمكانيات، نعم. يعني نحن ما كان عندنا إمكانيات ولم نستطع أن نخزن إمكانيات لأنه لعدة أسباب، هي الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد منذ سنوات وربما أكثر حتى، ترجمت حالها بقلة الإمكانيات المتوفرة، وبالتالي هذه الإمكانيات صارت بدك تجيبها من ما يسمى من إما المجتمع الدولي وإما من الأصدقاء. لذلك كان بالسر أنه دائما بكل خطة بقولوا خلينا نمر أول أسبوع على امل ان تصل المساعدات، يعني دائما انه يعني التحدي الاكبر اول اسبوع او اسبوعين، لانه بعدها سوف يتفاعل بالتجارب السابقه العالم. يتفاعل العالم، يتفاعل الاشقاء العرب، يتفاعل الاصدقاء، يتفاعل العالم، تتفاعل المؤسسات الاهليه والدوليه عفوا، وبتيجي لعنا. مع الملاحظه النقطه الثالثه بدنا نحطها، انه لبنان حديث لحظه الحرب او لبدايتها حتى كان زي كانه في توجه بانه التوجه الاقليم الدولي كان يكون شادد ايده على لبنان، نعم. شوي بناحيه المؤسسات الدوليه، يعني المؤسسات التي تعنى بالنازح السوري، المؤسسات التي تعنى بالانروا مع اهلنا الفلسطينيه، نعم. اخواننا السوريين، يعني هولي كلهم كان في شد، خلينا شد حزام، صح. على لبنان ربما لاخضاعه بالسياسي في مكان ما، ضغط، ضغوطات بالهدول، وربما لانه كمان نحن عم نعيش في منطقة وفي عالم كثرت فيه الأزمات، يعني احنا ما تنسى الحرب اللبنانية، ما عم نقدر نطلع من شيء إلا بيجي العدوان على لبنان، صح. هو جاء بيوم واحد بعد العدوان على غزة، يعني وهلأ كبر بعد تقريبا سنة من العدوان على غزة، طبعا. فلذلك اليوم في ده، فكل هالعناصر اجتمعت هذا، لكن في شيء دائما بدك تعمليه حساب هو قدرة اللبناني على التفاعل، طبعا. يعني هون نموذج اللي عطاه المجتمع اللبناني على اختلاف مساربه، سواء كان من الناحية الدينية ولا من الناحية الديمقراطية ولا من الناحية الالتزامية ولا من الناحية الإنسانية، هذا المجتمع كله تعاون مع بعضه في مكان وقدم نموذج جيد، ربما خفف كثير من تأثيرات ما يحدث، بانتظار اللي عم بيصير هلا هو قدوم المساعدات لتسند بمكان ما، لتسند في مكان فعلا. ولكن هيدا المشهد اللي حضرتك عم بتقوله بعد نحن بحاجة أكتر وأكتر، طبيعي. لمساعدات حتى يعني حتى ولدعم. إذا بتسمحي لي أوصل على ما حدث في باريس بالأمس، نعم. يعني أنه مؤتمر باريس بيقولوا فاق التوقعات الفرنسية، نعم. وهذا خبر جيد، لكن ما ننسى أنه مؤتمر باريس هو مؤتمر إنساني بفرجي، نعم. أنه لبنان يتعاطف معه أصدقائه وأشقائه إنسانيا، لكن نحن أيضا بحاجة بس فقط مش بس على أهمية التعاطف الإنساني، نحن مش بس بحاجة لتعاطف إنساني، نحن بحاجة أيضا لتعاطف سياسي، طبعا. لأنه إيه، لكن امبارح اللي صار بباريس يعتبر خطوة جيدة، غير كافية مش طبعا نغلط، طبعا. اللي عم يقوموا فيه أشقائنا مشكور وجيد، ومنتأمل أنه يزيدوا من وتيرته وينوعوا أكثر بهذول، واللي عم بتقوم فيه اليوم بعض الإدارات والوزارات اليوم كمان جيد، وبعض المؤسسات الأهلية التي من قدرتها الخاصة
أو من التي لها ارتباطات بمؤسسات أهلية أخرى كمان عم تقوم فيه. فإذا هذه الشبكة كلها متكاملة وإلى ترجمات، في جزء منه الترجم صحيا، في جزء منه الترجم غذائيا، في جزء منه الترجم اجتماعيا، وفي جزء منه عم يترجم هلأ هو ما يسمى محاولة ولو ما يسمى الترميم المؤقت لمراكز الاستقبال اللي عم تقوي أهلنا اللي أجوا ضيوفنا، ولكن اللي هي بحاجة إلى شيء. لكن بكل هو اللي برجع بقول ما يزعلوا مني، هنالك بعض عناصر الدولة مش كلها، في عناصر من دولة التحقيق، بعض عناصر الدولة بعدها غائبة 100%. هيدا الكلام كتير مهم دكتور عبد الرحمن البزري اليوم عن جد بهيدا الحديث بنكون عم نوضح كتير أمور للناس، وهيدا البرنامج نعمل لحتى نفرجي الأعمال اللي عم بتصير وبالمكان أو الجهة الأخرى كمان نفرجي التقصير بمكان ما. ذكرت موضوع المساعدات اللي عم تجي هون، تمني ويمكن عم تتوضح الأمور أكتر من هالكم حلقة اللي طلعت على الهوا معنا، تمني للدولة وتمني للأشخاص المعنيين توزيع أو كيفية توزيع المساعدات بطريقة أوسع على المناطق. يعني اليوم بعلبك الهرمل في بعض من المناطق ما عم يوصل المساعدات، اليوم حتى بأماكن كتير ما عم يوصل المساعدات، فكرمل هيك الخطة لازم تكون عم تنشغل بطريقة أكتر ليتم توزيعها بتوازن وبعدل للكل. خليني حط لك الظروف، مش عم برر، أنا معك وأنا موافق، وأنا بمنطقة حتى عم نعاني، نحن عم نعاني من نقص شديد مقارنة بما نقوم به. وإذا منعد عد حجم المساعدات اللي وصلت واللي بلشت توصل بعد لا تشكل 40 أو 50% من الحاجة الحقيقية يعني. لكن بدي أقول هو شغل، إحنا بتنسى لبنان بلد أصيبة بوصمة للأسف، وهذه عم يدفع حقها كلنا، أنه هو بلد فاسد ومفسد وفي هدر وإلى آخره للأسف. لذلك اليوم كل واحد بده يجرب يعطينا شغلة، بده يعرف وين رايحة ولمين رايحة. فإذا هنالك جهد إداري. يعني أنا اليوم كنت مشكورا مجلس الجنوب، بالأمس سلم أحد المؤسسات اللي أنا برعاها وبنرعاها نحن كلنا إضافة باليد مثل ما أخرى بيقوله. سلم مثلا حصص معينة، هذه الحصص لما رجعت لمين استلمها بالأسهم بعدد أفراد العائلة، فينا اتوقف مع بريك وبرجع لهالنقطة برقم السجل بكذا بالهد، هيدي كلها بياخد اليوم بتاخد هيدي جهد. لكن نحن اليوم ما فينا نلوم اللي عم بيسلم، وما فينا نلوم اللي عم يعطي، وما فينا نلوم اللي عم بيوزع، لأنه اليوم أنت مضطرة تحافظي على هذه الشفافية الفائقة لحتى تدلك محافظة على استمرارية وصول المساعدات، وحتى تطلع تأمني استمرارية على الأقل الحد الأدنى من عدالة التوزيع، وصولا للحد الأقصى من عدالة تمام التوزيع. رح أتوسع أكتر وأكتر، هيدا كلام كتير مهم كمان دكتور عبد الرحمن البزري، ولكن رح نتوقف مع فاصل سريع مشاهدينا وراجعين. عودة لكم مشاهدينا من جديد، مرتين اسمحوا نرحب بضيف النائب دكتور عبد الرحمن البزري اليوم مثل ما عم نقول بوضع لا نحسد عليه من كل النواحي. بس لا أخلص بهيدي الفكرة أو هيدي النقطة اللي عم نحكي فيها، موضوع المساعدات، مشكورين جميعا اليوم، تمني يعني على كل الأشخاص أنه عم يوصل وعم يتوزع، ولكن البحث أكثر بالمناطق اللي بعدها بحاجة، وخاصة الأشخاص الموجودين بالبيوت. لفوت معك هيك بصلب الموضوع وزبدة الموضوع اليوم، بما أنه عم نحكي بخطط مسبقة، ولأنه عم نحكي كل ما عملنا وقاية وكل ما عملنا خطط لقدام بعد أكثر، كل ما بنحمي بلدنا وبنحمي أهلنا. اليوم موضوع الصحة وموضوع عدم تفشي خليني أقول الأمراض والأوبئة، أول شيء يعني مشان هو اللي عم بفكروا، حادثة الكوليرا اللي صارت بلبنان هي بسيدة عمرها 82 سنة في منطقة من لبنان غير مرتبطة لا بوجود والحادثة غير مرتبطة بوجود أي ضيوف جايين ليقعدوا أو شيء، وهي حادثة لهلأ مع كل التحقيقات اللي صار فيها ما صار غير حوادث تاني. فبالتالي خلينا هذا الموضوع يعني نحطه ورانا وعم نشتغل نحن عليه وننسي. فيما يتعلق بالصحة، مثل ما قلنا كيف في خطة وطنية، كان في خطة حدها هي خطة صحية. هذه الخطة الصحية إلى علاقة بسيناريوهات معينة. السيناريو الأول بالصحة هو أول شيء بيخطر على بالك العدوان، الجرحى يعني. لذلك صار في سيناريوهات لكيفية التعامل مع
وصار في منورات حتى، وصار في تعلمت المراكز الطبية مثلا وين بتروح وكذا، وأي مركز قبل التاني وحسب المنطقة، وداخل المركز كيف بيصير في ترتيب العاملين حتى ما يصير في فوضى، كيف نستقبل مثلا الحشود اللي بتيجي، لأنه تعرف بلبنان بيجي واحد بيجي وراه 100 واحد صح. يعني كل هذه الأمور تم الاستعداد لها. بعتقد لبنان نجح لحد كبير بأول شيء بموجة بالهجوم المجرم الكبير تبع البيبرز وتبع الوكي توكيز، باستيعاب اعداد كبيره من الجرحى، وكانوا جرحى هولي غريبين علينا. يعني انا قديش مر علي جرحى حروب وغيرها بهالموضوع، هن اللي لانه معظم الاصابات كانت في الايدي وفي الوجه وفي العيون وفي الانف وغيرها، وهيدي كان بدها مجموعه خاصه من الاطباء يلي عاده مش بس بلبنان، لو بامريكا لو بروسيا لو بالصين حتى مش متوفرين بالكميه الكافيه، لانه هيدي اختصاصات طبعاً محدوده. لكن هون كمان الجسم الطبي لحد كبير تمكن نجح واستوعب، وهذه الى اعباء او تداعياتها بعدين، لانه لو كانت الظروف احسن كنا عم نحكي لكل واحد من هول بده بين الخمسه و12 عمليه بعدين لحتى يتم عمليات الترميم وتصليح وغيرها. بعدين صار في عندنا العدوان الكبير اللي تفلت وبدأ يجينا جرحى عدوان اللي بنعرفهم بالمفهوم التقليدي للعدوان، يعني قذائف وصواريخ ورصاص ومتفجرات وغيرها. وهون كمان صار في عبء على المستشفيات كمان، لكن تمكنت المستشفيات من استيعابه لحد كبير، رغم انه في بعض المستشفيات صارت خارج الخدمه. يعني في مستشفيات خارج الخدمه بالكامل، وعم نحكي عن عدد لا بأس به، عم نحكي عن أكثر من 20 مستشفى تقريبا صاروا خارج الخدمة، لأنه في مستشفيات بعدها داخل الخدمة شوي لكن بحجم قدراتها عم تشتغل 20%. طبعاً. وفي مستشفيات بخط النار أنا خلص سكرت تماما، وبالتالي أي عبء جراحي أو كذا بدأ تحمل المستشفيات الأخرى. هذه كلها كانت ملحوظة في الخطة. لذلك اليوم المساعدات اللي عم تيجي، أول مساعدات خصوصا شقيقة يعني عربية تحديدا وكذا، إجت مساعدات صحية وطبية هي لتلبية ما يسمى احتياجات الحروب التقليدية والكلاسيكية. هلأ لما صارت الناس موجودة بمراكز السكن والضيافة والإيواء، اليوم صار في عندنا تحديات تانية. اليوم مش بس الجرحى، صار في عندك تحديات المعاينة اليومية، صار عندك تحديات الأمراض المزمنة اللي بدك تأمني لكل واحد أدويته صح. لأنه ما بدنا المواطن اللبناني اللي نجا أو نفد من حرب من عدوان إسرائيلي أنه تدهور صحته بسبب أو تدهور بسبب فقدان الدواء أو دواء بالغلط أو دواء ناقص أو دواء مختلف. التحدي الثالث هو منع انتشار الأمراض داخل هذا. يعني التحدي الثاني اللي هو الأمراض المزمنة، تم ربط حوالي 1100 مركز أو 1050 مركز إيواء، وعم بيزيدوا شوي صغير يعني إيه. تم ربطهم بحوالي 300 وشوي مركز رعاية صحية أولية. فإذا تقريبا كل مركز رعاية صحية أولية بيهتم بعدد 2 أو 3 حسب قدراته، وإعطاء معظم مراكز الرعاية الصحية الأولية تأمين لإلها من خلال مؤسسات دولية أو من خلال قدراتها بيسموها العيادات النقالة. يلي صار فيه لأنه ما بدك المركز محل ما الناس ساكنة تروح على مركز الرعاية، بدك مركز الرعاية يجي لعندها، وبالتالي فمعناتها في بالحد الأدنى كونترا صارت معهم ومنا مجانية، انتبهي، رغم انه فيها جزء منها تبرع، في كونترا مدعومة بتجي من قبل مؤسسات دولية تانية، بيجوا مرة او مرتين على المركز بيعملوا كشف بيعملوا كذا. هلأ الخطوة التانية مفروض بلش قريبا حتى تلقيح اطفال، بيتأكدوا من الادوية. اليوم لبنان اجي كميات دوائية كتير كبيرة، واليوم انا عم بتأكد من مراكز الرعاية اللي بعرفها انه عم بسأل بيقولوا لي عندنا كميات دوائية جيدة، يعني احنا بالسليم بهيدا الشيء. ما في شيء بالسليم بالحرب انتبه ايه، لكن ما في شيء بالسليم لانه دائما في نقص في ادويه معينه، دائما في يمكن في تاخر بالتعامل مع بعض الامور، لكن بالحد الادنى في خطه بتشوفي خلل بتعرفي وين بدك تصلحي، في متابعه، هيدا اللي بيطمننا نحن وبيطمن الناس. بدل في النقطه الثالثه اللي هي النقطه اللي بتشغل بيننا اللي هو امكانيه تفشي الامراض. صح، ما تنسي انت عم تحطي جمهور كبير 200,000 باماكن اساسا غير مؤهله للسكن، باماكن يمكن ما فيها صرف صحي، ما فيها دوش،
ما فيها مية شفاء للشرب. هو أساسا لبنان عنده مشكلة المية بالمي من والكهرباء الأساس، بالأساس، ما فيها صرف صحي يعني، أو ما يعني فالأمور أصعب. كيف عم بيروحوا لهالأماكن اللي غير مؤهلة بمعنى الكلمة؟ وبالتالي هول الناس يعني عنده، فإذا هول بدك مراكز كثير بحاجة، إذا مش كلها نعم تقريبا بحاجة لدعم وإعادة تأهيل صح. ببعض المناطق، تركيب مصابن، تركيب مغاسل، تركيب حمامات ودوش، تأمين المي عبر استرنات مي، بدها مين يدفع حقها، مين يأمن استرن، مين ينقل الاسترن، مين يحميه، ما حدا يشلحه على الطريق، كلها اسمه. فهذه كلها عم تنعمل. ثاني شيء عندك الوجبات الغذائية، وخاصة أنه في إصرار أنه تكون في على الأقل بالحد الأدنى وجبة غذائية ساخنة واحدة، إذا مش اثنين بالنهار طبعا. على الأقل واحدة. وبالتالي كمان تحضير الوجبات بحجم كبير بعرض تلوث من المصدر، تلوث بالتحضير، تلوث بالنقل، تلوث بالتقديم، بالضبط. فكل هيدي عم بدها تنعمل، هيدي كلها عم تندرس نحو. وبالتالي تشغلي عندك لحديت ما أمنتيلهم وسائل النظافة الشخصية، لأنه كل العالم ظهرت صار في تحديات ما يسمى الأمل والبق وغيرهم طبعا. من الأمراض الجلدية. فإذا شو واجهنا أمراض جلدية، بعدنا عم نواجهها، لكن لنسبة معينة الوضع مقبول، منفضل يكون أحسن لكن الوضع مقبول. عم نواجه بعض الإسهالات، لكن لحد معين كمان الوضع منيح ومقبول وما في شيء بشكل خطر كبير على الصحة العامة. هلأ بلش التحدي الثالث اللي هو بسموه الأمراض التنفسية اللي بدها تنتقل بفصل الشتاء، خصوصا إذا ما اطلعت على معظم مراكز اللي تم فيها استضافة الناس اللي سميت رسميا مراكز إيواء، ثلاث أرباعها غير مؤهلة لفصل الشتاء طبعا، يعني للتدفئة، يعني للتدفئة. من هون نحن عم نجرب مثلا نروح عند مؤسسات أهلية تانية محلية بصيدا أو دولية، يعني مثل مثلا Save the Children بتركب حمامات أو كذا، أو مصابين الغسيل، أو عم نروح في محلات تانية قدمت مثلا خزانات مياه ليصير فيها مي ساخنة لتعطي. عم نروح حتى على مؤسسات أهلية محلية لناس لبنانيين قادرين ومقتدرين مشكورين عم يساعدونا. مثلا نحن اليوم هاليومين بتبلش ورشة بصيدا لإصلاح أحد المدارس الحكومية لتصير لايقة لتقدر تحميهم من الشتاء محل ما قاعدين، لأنه معظم الناس قاعدين بعضهم بمناطق مكشوفة من الشتاء والبرد وغيرها. يمكن بكرة بعد شوي الطقس الشتاء البارد يفرض، فإذا هنالك أمراض تنفسية نحن معرضين لها، إنفلونزا، كوفيد أو كورونا مثل ما بيعرفوا اللبنانيين، الفيروس الخليوي التنفسي اللي هو الRSV عند الصغار، والرشح والجريب العادي، هول كلهم بدنا ننتبه لهم طبعا. نعمل وقاية ما قبل، نعمل وقاية ما قبل، وأهم بنفس الأهمية هو التبليغ المبكر صح. لحديث ما حتى ما نقدر نعمل نحن تدخل مبكر من أجل أن نستطيع. لذلك بنقول إنه هذه الخطط موجودة، قسم منا عم يتطبق مثل ما بنريد، قسم منا بحاجة لدعم أكثر، قسم منا بحاجة لإعادة مراجعة، لكن بشكل عام التحدي موجود، لكن كمان رد الفعل على التحدي موجود. الإمكانيات قليلة بالنسبة للمطلوب لكنها متوفرة ببعض المواضيع، وبالتالي علينا جميعا أن نتعاون. والشراكة اللي نجح فيها لبنان بالماضي بالكورونا بين القطاع الخاص صح. والمجتمع الأهلي والدولي هي نفسها موجودة هلأ طبعا. ولازم ننجح فيها موجودة هلأ بالواقع الصحي صح. مع أهلنا اللي عم نستضيفهم طبعا. بمناطق عديدة، وإن شاء الله بنفرجي أنه لبنان مش بس بيصمد عسكريا وينتصر، كمان بيقدر يصمد مجتمعيا طبعاً. ومدنيا وينتصر 100%. يعني هذا التمني الدائم، وكمان دايما نتمنى على أهلنا ضبط النفس بكل الأمور، لأنه حضرتك وقت كنت عم تذكر أكثر من شق، نحن عنا صحي، عنا شق كمان الناس إنها هني موجودة بأماكن أخرى، يعني بدنا نتحمل أمور كتير لنقدر نكمل ونصبر. دعوة من خلالك إنه للدولة لتثبت وجودها صح. خاصة على المستوى الأمني. للأسف اللي أنا فيه قلك إنه في مناطق كثيرة بعدها مش موجودة وغايبة وغير مشاهدة. هلأ شو الإمكانيات اللي عندها ما بعرف، لذلك لا أريد أن
أن أظلم أحدا يعني، لكن نحن بنشوف ونحن بنبلغهم من باب طبعا المحبة صح مش من باب الانتقاد. ابدا أنا هلا عم أقولها كمواطن طبعا وكمسؤول طبعا كنائب، ممكن ما إلي حق سائل وزير بتقصير وزارته أو بعدم قيامه بواجبها، لأنه اليوم هذا المجلس، هذا مجلس الوزراء هو مستقيل، ولا تسائلي وزيرا مستقيل، نعم لكن إلي حق الفت له نظره من طبعا باب إنه يجب، إنه كلنا يجب أن عم نتعامل نحكي اليوم هيك كأبناء هيدا الوطن إذا صحيح صح التعبير دكتور عبد الرحمن. اليوم قلبنا على الكل ومفروض يكون هيدا الموضوع، صحيح مفروض نعلي الصوت أكتر وأكتر، حتى تمني على أهلنا الموجودين. يعني اليوم أنا بعد شوي رح كون عم بحكي مع رئيس بلدية الغبيري أستاذ معن الخليل، رح يفرجونا وشفنا على الأرض كيف عم بيصير تنظيف وأمور كتيرة على الأرض، فهيدا الشيء كمان كمان رسالة هيدي مهمة. اليوم. لقلك ليه؟ لأنه اليوم البلديات اللي كانت تستقبل 50، نعم كان عندها 50,000، عم نعطي بلدية وسط يعني، نعم أو بلدية كبرى مثلا، خلينا نحكي مثل صيدا يعني كان فيها 200,000، هلا صار فيها 250 او 300 أها الف، في معناتها ضغط مش انت بحاجه، طبيعي انت بحاجه ل انه يكون عندك خدمات البلديه صح العاديه، النظافه، مكافحه الحشرات. انت طبعا بتعرفي نحن للاسف مثلا عم نشوف كثير عضات كلاب وكلاب فلتانه، ونحن بنعرف انه في بعض الاحيان ما عم يكون في عندنا مصل مضاد للكلب بالشكل صح الكافي بكل المحلات. صح فنحن فاذا هيدي كيف بنكافحها؟ بنكافحها بازاله النفايات طبعا بسرعه، برش المبيدات، بمكافحه الحشرات، بمكافحه القوارض، صح يعني هذه كلها بتساعد ايضا بالصحه العامه، طبعا وبتساعد المجتمعات على تحمل بعضها، يعني بالضبط بتساعد المجتمعات على تحمل 100% بعضها. لنخفف قد ما فينا على هذا صحيح الموضوع، لكن ذكرت امور كثيره رح نوصل لها، بس في خطه عم بتكون بمكان ما لا لا في ما في شيء ماشي يعني عبثي، ما في شيء فعلا عبثي في فعلا ايه، لكن في شيء يعني يمكن النظري تبعه ما عم بيطبق عملي كثير صح او اصعب بيطبق، لكن بشكل عام الامور تعتبر لحد معين منتظمه ضمن الامكانيات بالضبط المتاحه وضمن المساعدات اللي عم توصل، واللي برجع بقول انه نحن نحتاج الى كميات اكبر بكثير من ما نحتاجه. وربما تسمعي خلال ايام يمكن يكون في نداء نيابي من كل من كتل مختلفه نعم. متميزه، تقرأ تقرأ من كتب ومسارب حلو. مختلفه لكنها مجتمعه وطنيا، حلو حلو لتعمل نداء لحد شو المطلوب من الدوله، شو نعم المطلوب مننا، وشو المطلوب صح من المواطن، وشو المطلوب من 100% البلديات لحد تمرق هالمرحله طبعا يعني. مرق مرحله على خير لانه عم تعني بالكل، يعني كلنا معنيين اذا صح التعبير بهذا الموضوع تحديدا. فاليوم عن جد الرساله لازم تكون واضحه لكل اهلنا بكل اماكن الايواء انه ينتبهوا كثير منيح، يصير ضيافة في استضافة ضيافه فعلا، لازم نغير هالمصطلحات كلها لانه صرنا عم نحس انه ما بدنا نكون عم نستعمل اي كلمه قدام اهلنا وناسنا ما وضيوفنا، أهل هيدا اهلنا يعني، هيدا أهل. اللي عم بيصير ببلدنا. فبدي منك بس هيك كمان يعني نقدر نحن نعطي نصايح، يعني اليوم موضوع الاكل يعني اشرت لنقطه كثير اساسيه ومهمه، اليوم ممكن يصير في حالات تسمم، ممكن امور، لانه قلت فكره بس ينعمل هالوجبات الكبيره قد ايه بيصير في اغلاط ممكن اليوم. شكرا لكل شخص عم يشتغل وعم يعطي، ولكن بدنا ننتبه. ليك خليني اقول لك، معظم الجهد بالاول ان نصب على مراكز الجماعيه. نعم. لكن اليوم في يمكن اهمال شوي، هلا بلش بس بده بعد وقت ليتصلح باللي قاعدين ببيوتهم وبالمراكز او عند اقربائهم او كذا، لانه يمكن القريب كان اساسا قادر يكفي حاله، فلما كتروا ضيوفه صار بحاجه الى دعم. هي واحد. اثنين، اليوم انت بدك تقدمي مش بس وجبه نظيفه، بدك تقدمي وجبه متكامله، لانه نحن مش انه والله 3 ايام ورجعين، ما حدا بيعرف نحن بنتمنى طبعا انه هلا يخلص صح العدوان ويصير يطبق طبعا ما يطلبه لبنان بوقف اطلاق فعلا النار وغيره، لكن قد تطول. لذلك مع اهميه النظافه في عندك اهميه ما يسمى الوجبه المتكامله اللي بدنا صح اياها لاطفالنا، طبعا بدنا اياها لمسنينا، بدنا اياها لمرضى السكري، لمرضى الضغط، لمرضى الكبد، لمرضى القلب، لمرضى الكوليسترول، يعني في يعني قلت كلمه جوهريه قبل شوي، مش زمطوا من الحرب لا سمح الله بهدف. فاذا بدك هذه فيها تحدي، طبعا وهذه عم تستغرب انه عم نجرب في بعض الامور ناخذها بعين الاعتبار. لذلك نحن بحاجه الى وجبه متكامله، يعني بمعنى اللي بنسميها نحن طبخ على الطريقه طبعا اللبنانيه او يخني او شيء، يعني يكون طبعا في شيء في طبعا قلبه الهدف.
ثاني شيء اليوم في عندك اولاد صغار، ما فيك تقولي لهم بس انت بتاكل سندويشي وبكره كذا، كمان بدك تامني لك بسكوتي في مكان بالزبط. ما بدك تامني، يعني مثل ما نحن انا مثلا معودينهم ببيوتهم، يعني ما بدنا نخليهم يختلف. مثلا فتت على احد المراكز اعجبت بانه بالمتطوعين عم يعملوا سكتشات ومنظر هو للأطفال عم بيضحكوا من قلبهم وعيونهم مضوية، شغلة كتير مهمة طبعا. يعني حقيقة كانت شغلة مهمة، لذلك نحن بحاجة حقيقة لحتى نأمن كله. لكن اليوم في نظريتين، في نظرية بنقول خلينا نجرب مطابخ داخل المراكز، وخلينا نخلينا لا نعرف المطابخ الجماعية اللي نحن بنضمن نوعيتها، هالمطابخ الجماعية اللي بنضمن نوعيتها بنجرب نضلنا محافظين على دعمها وعلى تبرعها. يعني في مؤسسات كبرى ومعروفة بلبنان تحديدا في المدن وفي المناطق هي عندها قدرة انه تعمل وجبات كبيرة، يعني تخدم لها تعمل وجبة ل 500 او ل 1000 او ل 400 واحد، وعندها نوعية جيدة توازي اهم المطاعم طبعا. لذلك هدول لانهم هن باساسهم خيري هول فيهم يقوموا بوجبات مع شوية دعم، وفيهم كمان اليوم انت ادميرهم مواد أولية وهن يقدروا يستمروا. فإذا في نوع من هذا عم يمشي، في ناس عم يساعدون لأنه يمكن في واحد بحب يعمل شغلة معينة، ما هو بتعرف الإنسان عنده مزاج صح، ما هو الواحد بعد ما يأمن السلامة بيأمن الحاجة بعدين بده يأمن المزاج. المزاج يمكن يكون في أكل طب رغبين فيها صح. لذلك بدأنا نشوف بمراكز معينة مطابخ يعني لحتى يتم التحضير وكذا وهدول، وبالتالي هذه ممكن يعني متابعتها. هلا بما انه نحن يعني استمرينا شوي بالحديث، في نقطتين بتامل انه يلحظوهم ذوي الاحتياجات الخاصه، بعد في تقصير كبير معهم نحن بالمراكز وبغير المراكز. فدعوه لكل الجمعيات من خلالكم اللي عندها اتصال بذوي الاحتياجات الخاصه انه هو لانه في تقصير واضح، والمرضى النفسيين في تقصير فاضح 100%. يعني هيدي اشرت لنقطه اساسيه ومهمه على فكره، يمكن ما كثير عم نركز يعني عليها. شكرا. بالاحتياجات تخص في تقصير واضح، لكن بالمرضى النفسيين في تقصير فاضح. وعندما تواصلت مع بعض المسؤولين وحتى بصفتي أنا النيابية وبصفتي الطبية اتصلت مع بعض المسؤولين، لم يعجبني الجواب انه يطلع بموضوع ذوي الاحتياجات الخاصة، انه بالنفسيين انه يحمل حاله ويطلع على دير الصليب بيشوفوا الحكيم وبقروا لك مش انه خلينا نلاقي لهم شيء طريقة. يعني عم بحكي اللي إنا واللي علينا وانا صريح صح. فانا برأيي هذا الشيء مش مقبول طبعا، وهيدي بسموها يعني شوية فوقية في التعامل مع مجموعة من الناس للأسف. ونحن اليوم انا بدي اتواصل مع نائب اطباء لبنان لانه بقول النائب اللي هو نشيط ويعطيه العافية، اليوم النائب بدنا نقول له انه يمكن مطلوب من اطباء الامراض النفسيه شوي وكذا انه يبلشوا يتحركوا باتجاه طبعًا. المراكز او طبعًا. باتجاه مراكز رعايه صحيه اوليه او مراكز الاستضافه طبعًا. لحتى ينظروا لاوضاع هالاشخاص اللي ينظروا لاوضاع هولي ونلاقي لهم حل، لانه قد يكونوا احد اسباب ما يسمى توتر بالمركز بالزبط. او لانه العالم يمكن ما تفهم بعضها ما طبعًا. تحمل بعضها والى اخره. نحن بوضع صعب جدا، والمشهد اللي حضرتك عم بتوصلنا إياه هيدا واقع عم نشوفه على الأرض، وللأسف ما بدنا نسمع أجوبة من الأجوبة اللي يمكن زعجتك وسمعتها من كتير أشخاص، لأنه ما في وقت أصلا نضيعه إلا ما نكون أمام وإلى جانب أهلنا صحيح. يعني بكل المراكز وبكل الأماكن. لكن عن جد تمني كتير خاص لك النظر بوضع الأشخاص اللي عندهم حالات نفسية معينة وذوي الاحتياجات الخاصة. وأنا هيك بدي أشكرك على هيك عاطفتك اليوم وقت كنت عم تحكي عن الأولاد دكتور عبد الرحمن، تأثرت لأنه يمكن عم تنزل على الأرض وعم بتشوف كل يوم يعني اليوم هيدا طفل بالنهاية بحاجة ليلعب ينبسط. نتمنى على الأشخاص، على فكرة في كشافة، في أشخاص عم بيكونوا على الأرض عم يعملوا دور حلو للأطفال، عم يعملوا جهد كتير حلو، عم يعملوا جهد كتير حلو. وانت بتعرفي نحن بالاول يعني بنبلش عندنا تجربه سابقه، بنبلش بيسمى تامين السكن او الايواء، من تامين الغذاء،
بعدين تأمين ما يسمى النشاط الاجتماعي طبعا. للولد ليحافظ، وهلأ بلشنا نفكر بتأمين الدراسة. أنت بتعرفي في مراكز عندنا مثلا بصيدا، محل ما أنا يمكن فيه خبرك أكتر، لأنه بلشنا نعطي دروس. دروس إيه حلو بلشنا نعطي حلو. دروس، إيه بلشنا نعطي إيه كذا يعني. حتى لأنه اليوم الاحتياجات، برجع بقول إنه مش والله ما تواخذيني إنه يعني في حدث له زمن وتاريخ معين، صح، ولا كنا بنقول بعد انتهاء الزمن والتاريخ بنرجع بنعوض. بنعوض ما في اليوم ما وقت، حدا بيعرف قديش، نتأمل أن ينتهي قبل، يمكن قبل ما أظهر من الحلقة من عندي، ولكن ما حدا بيعرف متى، لأنه في عنصر ما منمون عليه هو عدوانية العدو بالزبط. الإسرائيلي وأجنته وغطرسته والدعم فعلا اللامحدود اللي بيلقيه. طبعا، ولأنه عم نحكي بهذا الموضوع دكتور عبد الرحمن، خليني أشوف في تقرير نحن بهذا البرنامج، في زملاء عم ينزلوا على الأرض عم بيصوروا مع الناس اليوم ببعض من المدارس ببيروت، وإن شاء الله بيتوسعوا أكثر بأكثر من منطقة. بدنا نسمع أصوات الناس، بدنا نسمع هن شو بحاجة، هل عم يتأمل لهم كل شيء على أكمل وجه أو بعد بدنا أكثر خدمات ومساعدات؟ خلينا نشوف هذا التقرير سوا معكم مشاهدينا. الاشياء اللي عم بتعانوا منها هون والنقص اللي عم بتواجهوا هلا؟ انا حبيبتي لك، بالنسبه لنا نحن كمبنى اللي قاعد فيه ما عم نعاني من اي شيء، بس الكهرباء ما عم يأسوا لي واجب. عندك عدد هائل يعني، عندك شو 700-800 نفر هون، والله يعطيهم العافيه عم يأدوا الواجب وزياده، ما عم ينقص شيء للناس. اكثر شيء انه هي قصه الكهرباء، يعني الساعه 10 بالليل بيقطعوا الكهرباء لتاني يوم الصبح لحتى تيجي الكهرباء. نحن بنعاني من كل شيء ببيروت وعلى صعيد المدارس والمطارح القاوية النازحين، فيها كل شيء نقص، كل شيء نقص، قد ما تعطي بضل في نقص. عندك أول شغلة، هلأ نحن فايتين على باب شتاء، بدك تدفئة، بده يكون في دعم لهالقيمين هودي لا يقدر يقوموا بخدمتهم، بحاجة لكل شيء. ما تغزيني بالكلمة، أدوات طبية ما في، أطفال عنا صغار، نحن بدنا أشياء كثير من الدولة، نحن أجتنا مساعدات ما لقيناها. في معاناة مي غاز؟ لا لا لا، الحمد لله مي غاز، حتى كل شيء الإخوان هم تطلبي طلب دغري بيأمنوا لك إياه. بالنسبة لقصة المي كمان، يعني أوقات بضل 3 أيام 4 أيام بلا مي. عم يحاولوا يدخلوا العالم، عم يحاولوا يطعموا الناس بطريقة إنه هذه بالنسبة للأشياء اللي بتغز. وفي ناس بتجي بتقدم اشياء، الاخوان عم يوزعوا باسمه حصص وعم يوزعوا على الغرف بالتسويه قد ما بيقدروا، يعني مشكورين هلا درس مال كل شيء. اما اذا بتقولي لي جهات رسميه، بعد ما شفنا ولا جهه رسميه. عم يقدموا بس قدر المستطاع، ما حدا حيفين يقدموا ل 700-800-900 شخص، نحن بالمدرسه في جمعيات على صغير مش على كبير، يعني بعد نحن من اليونسف ما شفنا شيء مثلا، او من الامم او من هالجمعيات الكبيره اللي شفناها بأربعة آب ما شفناها. عنا موتار عم نأمن، يعني بطلوع الروح عم نأمن، يعني هلأ نحن عم نأمن. طب بكرة مين بيأمننا؟ عم نأمن ماي في جمعيات مثلا مع التعاون مع المديرة، مع مديرة المدرسة عم تأمننا حاجتنا للماي، بس أيام الجمعية عم تقطن. يعني بدي اشكر الزملاء اللي عم ينزلوا على الارض ويتواصلوا مع الناس. اعداد مريم فواز، تقرير وتصوير خارجي خلينا نقول رضوان حرب، ومونتاج محمد عز الدين. يعني معاناة الناس كثيرة، ويمكن بحديثنا كنا عم نحكي عم يوصل مساعدات وعم بيصير، ولكن بدنا نضلنا نقول بدنا اكثر واكثر. نحن بحاجة لاكثر كل لسببين، لانه نحن هلا حاليا بحاجة لاكثر، وما حدا بيعرف قديش بالطول وكيف تتطور الاحتياجات. واللي قالوه المواطنين صحيح، يعني في من هن اهم شيء انه مقدرين الجهد اللي عم ينعمل معه، وهذا بخلي العلاقه جيده بينه وبين ادارات المراكز، لانه كل مركز مثلا مثل شكيب ارسلين او اي مدرسه رسميه اخرى بصيدا، هيك بصير بكون في مديره المدرسه
إضافة إلى أنه بكون في جمعية أو جمعيتين طبعاً. عم بيشاركوا الإدارة بإدارة المدرسة بالزبط. وبالتالي يعني في أمور بيهتموا فيها، إضافة إلى مثلاً بكون في حدا ممكن يجي ما إله علاقة بالموجودين بيجي على القطاع الصحي مثلاً إذا ممكن يجي حدا تاني بكرة بقول أنا عندي قدرة أتبرع بتصليح مثلاً طبعاً. أو أنا في أمن مي أو أنا في أمن اشتراكات كهرباء يعني مثل ما سمعنا في أمن اشتراكات كهرباء مثلا صح. او في من مزوت اذا في موتور وغيره نحن بندعيكم انتم اساسا عندكم مراسله يمكن بصيدا بمنطقه صيدا كمان صح فكمان اهلا وسهلا فيكم انتم طبعا لحتى بصيدا ولكن كما مرحب فيكم بكل المناطق طبعا وجبنا كمان نكون عم نصور ونسلط الضوء اكثر على صيدا وكل المناطق كل المناطق بعتقد ومنتأمل إنه وين نحن كمان قادرين نساعد مش بس بصفتنا الاختصاصية أو الإنسانية كمان بصفتنا السياسية وين فينا نساعد بأماكن بنشوف بحاجة إلى التدخل نحن حاضرين 100% أنا بدي أشكرك وبدي أشكرك لحضورك معنا والله يحميك يعني اليوم كلنا مصرنا هيدا الدعوة نقولها للكل لأنه فعلا بطل فيه ولا مكان آمن ولكن مثل ما بلشنا بهيدا الصمود الجميل والمشهد اللي عم نشوفه من الناس إنه عم يتحملوا بعضهم عم بيكونوا عم بيقاوموا على طريقتهم الخاصة كمان حضرتك عم بتقاوم ورسالة توصل لكل الناس اليوم كل حدا بمحله أن يقدر يساعد ويخدم يمكن بفكرة يمكن بتحرك على الأرض ممكن بمساعدة بنكون عم ننقذ بلدنا بالنهاية صحيح. فشكرا لك. أهلا وسهلا فيك معنا دكتور عبد الرحمن البزري شرفتنا. مشاهدينا نحن فاصل سريع وراجعين. عودة لكم مشاهدينا من جديد. يعني مثل ما بلشنا بهذا البرنامج أهلنا وولادنا لنكون دايما على الأرض معكم مراسلين وزملاء عم بيكونوا صوتكم عم بيكونوا عم بيقولوا كلامكم وحكيكم صمودكم من صمودنا نحن معكم لآخر نفس ومثل ما دايما عم كرر كتف بكتف ويد بيد لتوصلوا نوصل صوتكم ونقدر نوصلكم كل شيء انتم بحاجة لإله وإن شاء الله لآخر اليوم وآخر نفس معكم ولكم لحتى ترجعوا على بيوتكم معززين مكرمين مثل ما انتم دايما أهل العز ولأنه مسؤوليتنا كتير كبيرة تجاهكم نقدم لكم كل طلباتكم ونكون عم نوصل صوتكم لتكونوا قاعدين مرتاحين كمان صحة أطفالكم وصحتكم ككل بكل منزل وكل بيت وكل مركز إيواء ومدرسة حضرتكم موجودين فيها بدنا نكون عم نعطيكم النصائح اللازمة كرمال هيك بسرنا وبشرفنا عبر زوم تكون ضيفتي دكتورة ريما وليد خنكرلي أخصائية أطفال وأمراض المعدية عند الأطفال. صباح الخير. صباح النور. يعطيكي ألف عافية دكتورة واليوم موضوعنا كتير مهم وهو حديث الساعة. بعرف يمكن كتير أمور صارت بسرعة وكتر خير الله بعدنا بالمرصاد وعم نقدر نلحق ونكون بخدمة أهلنا على الأرض. اليوم موضوع الصحة هو أساسي وضروري أنه نسلط الضوء عليه أكثر واليوم باختصاصك وبمجالك قديش فينا نكون عم نعطي نصايح للأهل الموجودين بمراكز الإيواء وبالمدارس وللأسف في بعض من الأهل موجودين بخيام موجودين بالطرقات. اليوم الوضع الصحي للأطفال هو ضروري وأساسي. أول شيء يعطيكم ألف عافية يعني أنتم كمان عم تنقلوا أصوات العالم عم تضو عليها عم تسلطوا عليها. هلأ مع اقتراب فصل الشتاء مع تغيير الطقس ومع الاكتظاظ السكاني ممكن تنتشر أمراض عدة خاصة أمراض بتصيب الجهاز التنفسي وأمراض بتصيب الجهاز الهضمي. اوكي سو الامراض اللي بتصيب الجهاز التنفسي اللي هي كل الامراض يلي بتنتقل عبر الرذاذ وعبر افرازات الانف يعني كمان واللي هي بتكون سريعه الانتشار مثل الانفلونزا مثل كوفيد مثل الامراض الفيروسيه يلي بتصيب الاولاد خاصه تحت عمر 5 سنين. والامراض يلي بتصيب الجهاز الهضمي يلي هي خاصه الاسهال والاستفراغ يلي بتنتقل عبر التلامس المباشر والغير مباشر والناتج عن عبر الهايجين يعني اكيد عبر النظافة الشخصية صح. هون أنا بس بحب أسلط الضوء يعني كرمال الأطفال خاصة ما نوقف نعطيهم اللقاحات حتى لو صار في يعني غيرنا مطرح الحكيم أو غيرنا المدينة أو المركز
لازم نلقح الاولاد كلياتهم كرمال ما نساعد الامراض انها تنتشر، مثل التهاب الكبد الف، التهاب التيفوئيد، التهاب البوليو، الصحايا، كل هالامور هيدي ممكن تنتشر عند الاطفال. وحتى لما نتاخر عليهم يعني نحن بالايام السلم اذا صح التعبير كنا دائما يعني نشدد ونأكد على الأهل أنكم ضلكم عم بتتابعوا اللقاحات وما تتأخروا لأطفالكم. كيف بهالحالة؟ ما هو كيف بهالحاله وكيف بدك تشوفي حواليك يعني البلدان، يعني اذا انتشرت البلدان بالامراض بالبلدان حواليك ممكن كمان توصلنا لعنا. اوكي سو اهم شيء يعني الاولاد اللقاحات اللي هي الزاميه واللي هي لازم ياخذوها بوقتها كمان هاي السنه، لانه مع كثره العدد المفروض نلقح الانفلونزا، ومفروض نلقح كمان على كل شيء اطفال تحت عمر سنتين ياخذوا لقاحاتهم اون تايم كرمال الهايجين. يعني نحن عم نحكي نعم على الوقت، كرمال مثلا كالولاد اللي بياخذوا بيبرونات يلي ما بيرضعوا مفروض كمان البيبرونات تكون كلها معقمه، نستخدم مي هي للشرب، ومفروض كمان اكيد بعد ما يفوتوا على التواليت وقبل ما يفوتوا على التواليت وقبل الاكل انه لازم يكونوا يغسلوا ايديهم مي وصابون كرمال نمنع انتشار الامراض بالتلامس الغير مباشر والمباشر. بالضبط بالضبط، يعني هول نقاط أساسية وضرورية لننتبه عليها قد ما فينا، وهون كرمال هيك عم نكون دايما عم ننتقل يعني مركز لمركز ومدرسة لمدرسة لحتى نقدر دايما نأمن طلبات الأهل. يعني اليوم من كيفية التعقيم مي سخنة، مي شرب، وأمور كتير لما ينقصهم شيء في أطفال صغار بين إيديهم دكتورة. يعني وموضوع على جايين على الشتاء، تفضلي. نعم جايين على نعم. الشتاء يعني نحن بنعرف مع اقتراب الشتاء وبكون في شويه نشاطين بالطقس كمان نعم. هون بيكونوا الاولاد والكبار كمان اكثر عرضه انه يعملوا امراض الجهاز التنفسي. امراض الجهاز التنفسي ممكن تكون اسمها مايلد فايرال إلنس، يعني بس بيعملوا ممكن نوع من انواع الرشح الطيلان الاحتئان مع حراره بسيطه، او ممكن تؤدي لالتهاب بالاذن بالحنجره وتعمل التهابات بالدم. هون كمان بدنا نركز عن أهمية الوقاية من هول الأمراض، يعني أكيد مفروض كاللبس لازم يكون هو يدفي الأولاد، إذا حدا مريض نحاول قدر المستطاع أنه نبعده عن باقي الأولاد كرمال ما تنتقل العدوى، تنتشر العدوى من شخص نعم تنتقل بشكل سريع من شخص لثاني، لأنه نحن بنعرف أمراض جهاز التنفس تنتقل بالرذاذ وبالإفرازات، يعني بالمخاط بالرشح بالعطس بهالامور هيدي. ومفروض يكونوا يعني قد ايه هدول النقاط مهمة. على فكرة في شغلة اشرت لها دكتورة، موضوع الدفى، يعني اليوم اولادنا واهلنا موجودين ظهروا بطريقة وكلنا صرنا بنعرف المشهد، يعني لا حول ولا قوة بخمس دقائق بعشر دقائق عشرين دقيقة سريعة ويغادروا ويفلوا، وفي ناس بلحظتها فلوا لا ضبوا تياب ولا ضبوا امور. قد ايه هيدي النقطة اساسية، يعني اليوم الدواء شيء اساسي، الوقاية اساسية، ولكن التدفئة والدفى واللبس كمان اساسي. في كتير بعض من الناس يعني مشكورين عم بيقوموا بالواجب من جمعيات من أفراد ليأمنوا الدفى لأطفالنا، منأكد ومنشدد على هذا الموضوع لحتى نحميهم قد ما فينا ليكونوا مدفيين على القليلة باللبس. مظبوط، باللبس، مواد التدفئة، يعني إن كان دفاية أو أي سي أو هالأمور هيدي. بس كمان يعني أنا بشدد خاصة عند الأطفال لمنع انتشار الأمراض، يعني لازم نتابع موضوع اللقاحات، لازم لو شو ما صار نعطيهم لقاحاتهم أون تايم كمان نمنع تفشي الأمراض بين الأطفال بين بعض، وخاصة من مركز لمركز، أول شيء من غرفة لغرفة، من شخص لشخص، أو من مركز لمركز بتدير هاي الأمور 100%. ودايما هيدا اهم شغله نقدر نضل نقولها، يعني ذكرت النظافه الشخصيه، هايجين، امور تفاصيل صغيره يمكن اهلنا مدركين لها، بس لكن لازم اكثر نسلط الضوء عليها لحمايتهم. ونقطه يعني العدوى، يعني اليوم اذا ولد جرب صار عنده اي شيء نقدر نخليه شوي يبعد عن الاطفال والاهل اللي موجودين، يعني يكون في هيدي العنايه لإله لازمة. صح، وبالإمكانية اللي نحن بتقدر، يعني بالإمكانية اللي متمكنة، يعني نحاول مثل ما قلت تدفئة، نحاول نعمل شوية عزل يعني لهذا الطفل يلي هو مريض،
وعليه حراره كرمال ما يعدي غيره، نعطيه الادويه دغري يعني على السريع. هلا في كثير ناس يعني اطباء عم تتجول على المراكز، وفي كثير كمان اهالي عم بتواصلوا مع حكمائهم، لو كمان هن الحكم اضطروا انه ينصحوا، بس كمان يعني لازم يكون التواصل بين الحكيم او البرايمري هيلث كير يعني اللي عم بيعطي الرعايه الطبيه كمان لازم تكون موجوده بكل الاوقات، كرمال اثنيناتهم يكونوا على السليم، يعني كرمال ما يكون عم نغض النظر عن اشياء عم بتصير من البيبي وتتفاقم الامور. بالضبط، حتى اذا بتشوفي يعني في عن الاطفال، يعني حتى بتشوفي في بيبي بورن، في اشخاص كمان لازم يكونوا ينتبهوا اكثر واكثر، وحتى عندنا كمان سيدات حوامل وعندنا اشخاص يعني كمان هون العنايه بتكون مضاعفه كرمال صحتها وصحه البيبي. وعم بتصير في حملات، يعني حملات خاصه للناس الحوامل، التوعيه للاطفال، للاشخاص المصابين بالسكري، بالضغط، بامراض القلب كمان. كمان نحاول قدر المستطاع يعني انه نساعد او ما نقطع العلاج او الفولو اب يعني عند الاشخاص، كرمال متابعه دائما، يكونوا متابعين، يعني ما يكون بشيء مثل بشيء ثاني او تتفاقم الامور عندهم المشاكل الصحيه. فعلا هيدي اهم شغله، وذكرت موضوع حتى لو تغير العنوان الطبيب منه قادر يكون عم بتابع الاطفال، انه دغري يتوجهوا لمتابعه اللقاحات مع اطباء تانيين، مراكز تانيه، لحتى نحمي هالاطفال بكل معنى الكلمه. يعني نحن هلا بوضع مثل ما بيقولوا عم نساعد بعض، يعني حالة طبيب عم بيعرف انه زميله موجود بهي المنطقه، صح، وعم بيبقى يعني عم بتتم تواصل مع هذا الطبيب، وعم بتصير في إجابة عن الأسئلة وكل الأنواع المتابعة، إن كانت بس من أجل اللقاح أو من أجل المرض، يعني عم بتصير 100%. أنا عن جد بدي أشكرك يعني هيك لوقتك بس اليوم لأهمية هيدا الموضوع، ولأنه لازم نعلي الصوت أكتر وأكتر لصحة وسلامة أطفالنا وأولادنا وأهلنا المتواجدين. وهون كمان بدي أكد وركز أنه اليوم في بعض من الأشخاص اللي موجودين خارج، يعني ما في سقف فوق راسهم، يعني للأسف هيدا الشيء بيصير أكتر مضاعف النصايح اللي عطيتينا إياها لألون. يعني هو الله يهدي البال والأحوال، وإن شاء الله الجميع بيكون بيرجع يعني على بيوتهم، بس كمان الوضع اللي عم نعيشه عم بيحتم علينا أنه نحن نتصرف حسب الوضع تاعونا، وأنتم كمان يعطيكم ألف عافية، يعني عم بتتابعوا أو عم بتوصلوا الصورة والشكاوي وكل هالأمور هيدي، وإن شاء الله يعني نحن بتحسن الأمور عنا بالبلد. بالضبط، هيدا نحن اللي بنطلبه وهيدا اللي بنتمناه دكتورة ريما، يرجع وما تطول القصة بس، ولكن وضع ومفروض علينا ولازم نكون قدها ولازم نتحمل كل التفاصيل وكل الأمور ونسلط الضوء عليها لنقدر نستمر ونصمد، وبما أنه أهلنا صامدين نحن كمان واجبنا أن نصمد معهم ونعطيهم أكيد كل النصايح اللازمة ونكون على الأرض معهم. وهوني كمان لفتي لي نظري كمان أشكر كل الأشخاص اللي عم يتوجهوا على المراكز وعلى المدارس، وعم بيكون مثل في عيادات متنقلة للفحوصات حتى في منصات وأمور كتيرة. صح، حتى في منصات يعني كرمال الأسئلة، صح، يعني مشاركين فيها عدة تمام. أطباء عم بيحاولوا يلبوا يعني أكيد بأوقات معينة كل الأسئلة اللي كنا ناسين عندهم إياها، كل الفحوصات المخبرية يلي لازم تنعمل كمان بأيامات معينة بأوقات معينة، يعني عم نحاول نكون as much as possible، يعني عم نلبي كل الطلبات بقدر المستطاع. أكيد فعلا، صح، علينا ضغط كمان ومسؤولية هلأ عن طبعا الواجهة. وهون اليوم كلنا لبعض ولأهلنا، وهيدا هو بلدنا، وهيدا المشهد المهم اللي منحب دايما نسلط الضوء عليه. بعرف نحن بحالة، نحن بأزمة كتير صعبة، عم بيكون في شهداء، عم بيكون في مقاومين صامدين، عم بيكون في قلق مش طبيعي إن كان نفسي ولا إن كان من كل ما تحمله هالحروب، ولكن كل حدا فينا خليه يقاوم على طريقته. وكمان حضرتك ووجودك واليوم طلتك مع ونصايحك والأدوار اللي عم تعملوها كأطباء كمان هيدا نوع من المقاومة. أنا بدي أشكرك دكتورة ريما وليد فنكرلي. بس بدي زيد، تفضلي. ثانكيو. بس بدي زيد كمان، نحن أنت دويتي على نقطة كثير مهمة، إنه نحن الشق النفسي عم ننساه كمان عند الكبار وعند الأطفال.
يعني كمان نحن بارت من السبورت يعني بنعمله للاطفال اللي هو السبورت النفسي يعني كمان الخوف صح. نعم الدعم النفسي الخوف نعم. القلق وقت عم بيشوف حدا من عائلته يعني عم بيروح قدامه او بيته او غراضه او هالامور هيدي مفروض نحن كمان نوقف جنب الاولاد بالشق النفسي وما ننساه لانه هذا كثير مهم 100% وهيدا طفل بالنهايه يعني هو هلا بتحسيه مثل كانه عايش بحلم مش عم يفهم شو عم بيصير حواليه وعم بحاول يسال كثير اسئله يمكن بينه وبين نفسه وكمان هيدي نقطه اساسيه نقدر تكون دوركم على الارض معهم والاشخاص المعالجين النفسيين لانه في ولاد بيعبروا دكتوره ريما وفي ولاد ما بيعبروا فكرمال هيك ما بدنا نخلق لهم هيدا التروما وتكمل معهم لبعدين تاثر عليهم كرمال هيدا الشيء نحن مهم كتير كلياتنا ننتبه للشق النفسي نعم. يعني للأطفال طبعاً. كرمال بعدين فعلا طبعاً. أنا بدي أشكرك شكرا لإلك ويعطيك ألف ألف عافية شكرا يعطيكم شكرا وأنتم كمان يعطيكم شكرا أهلين. شكرا دكتورة ريما خنكرلي مشاهدينا لأنه مثل ما دايما عم نقول صوت الناس وطلبات الناس وهيدا البرنامج نعمل كرمال الناس خلينا ناخد اتصال مع زميلنا أحمد صوفان المصور بقناة الأم بي أن تحياتنا لإلك أحمد وصباح الخير كيفك أستاذ لارا؟ كيف أحوالك؟ أهلا وسهلا يعطيك ألف عافية أحمد وإن شاء الله هيك بتضلكن بألف خير اليوم لكل الزملاء اليوم كل واحد بموقعه كل واحد بمكانه وعم بيكون عم بيقوم بواجبه اليوم المهني والإنساني على الأرض وكمان بمؤسستنا الكريمة أحمد حضرتك متواجد بمدرسة العزرية مركز العزرية مركز العزرية خبرنا على الجو العام نحن لما فتحونا المركز شركة أنترا أولا متشكرة من عبر شاشتنا اشت العالم نحن جينا كجمعية نماء نحن جينا لندير شؤون النازحين نعم. كان الوضع بالنسبة للمحلات نحن من بعد انفجار البور أكترية المحلات والمكاتب كانت كلها مكسرة جينا زبطناها ورتبناها حطينا فيها النازحين وعم نحاول قد ما فينا نحن نأمن جميع مستلزمات النازحين. نعم. الوضع يعني الحمد لله قد ما فينا عم نحاول نأمن بس نحن في موضوعين جدا عم نعاني منهم وما عم نلاقي لهم حل بسبب شح الدعم فيهم اللي هن موضوع الماي والكهرباء. نعم. يعني انت عم تحكي نحن أكبر مركز لواء نازحين على صعيد لبنان صرنا نحن عنا 3000 شخص. نعم. 3000 شخص الكم الهائل بدنا كميه من المي كتير وما عم بيكون عنا فعم نعاني كتير بالنسبه لهالمشكله وبالنسبه لمشكله المي نحن من بعض الانفجار يعني الشبكه خربانه هون وما في كهرباء وهول ابرز مشكلتين نحن عم نعاني منهم وما عم نلاقي نحن حل لهالموضوع وعم نناشد نحن المعنيين كمان ما عم بيلاقونا حل بهالموضوع. نعم. يعني عم تذكر نقطتين كتير أساسية ونقطتين كتير لازم نسلط الضوء عليهم كنا عم نحكي مي أو الله يعني لما نحن بدنا نستمر بهالموضوع شح بالمي نحن حنوصل لمرحلة يعني إن شاء الله ما بنوصلها هي موضوع الجرب. نكون واضحين نحن. نعم. واحد بده يقضي حاجته ما في مي شو بيعمل؟ بالنسبة للتحميم ما في مي شو بده يعمل؟ يعني في جمعية عم تتبرعنا بالماي بس منه كافي عم بقلك نحن عدد كبير 3000 شخص بالضبط هيدي نقطة كتير أساسية وعم نناشد ونحن بنطلب من عبر هالشاشة الام بي ان نعم معالي وزير الطاقة بالنسبة نحن لمركز العزرية يعالجونا مشكلة الماي يعني نحن منطقة بيروت منطقة الماي نعم. الدقيقة ما عم تيجي مي من الشركة طب شو الأسباب يوضحونا شو الأسباب وبالنسبة كمان أيضا لموضوع الكهرباء نعم. يعني ما عم تيجي كمان شو الأسباب بس يوضحونا بالضبط وعم تحكي مي وكهرباء يعني أحمد منا شغل عيني أبدا وثلاثة آلاف شخص موجودين بمركز العزرية 3000 يعني. شخص يعني وهون عم نحكي يعني بالأطفال وعم يعني نحكي مسلمين يعني عفوا بهالشرح المفصل نعم. كل واحد ضرب نعم. ضربة سيفون خلص الدعم الماي اللي عم بيجينا مثلا
فعلا للأسف هيدا الواقع يعني اللي عم بيصير. واليوم عم نحكي في أطفال صغار وفي مسنين، في أطفال صحيح، طبعا هالطفل عم بيلعب ويحرق كل يوم، هذا بالليل بده يتحمم، طب ما لقى ما يتحمم شو بيعمل؟ واللي بده يفوت يقضي حاجته ما لقى ما شو بده يعمل؟ بده يراكم الأوساخ، بده يتراكم الجراثيم، حنوصل لمحل بنتمنى ما نوصل له. طبعا، لكن نتمنى من كل المعنيين بهذا الموضوع لفت النظر على هيدا المشكلة أو المشاكل الكبيرة، يعني أهم الاثنين، عم نحكي مي وعم نحكي كهرباء، وهن أساسية. نحن قادمين على موسم الشتاء والبرد. موضوع المحلات مشكلة ثالثة. نعم. أصلا موضوع المحلات، نحن المحلات كلها مكشوفة وأزاز مكسرة هي وقت انفجار البور. كمان نتمنى من بعض الجمعيات، الجهات المحلية، الجهات الدولية من الجمعيات، أنه يتفضلوا لعنا يعملوا زيارة، بيكشفوا إذا فينا نحن مثل تأمن نايلون لهالمحلات، غطى لهالمحلات لتحمي العالم من البرد القارس اللي عم بيصير. يعني نحن واجهة البحر والطقس يعني عم يبلش يتحول، نحن هلأ داخلين على الشتوية طبعا. فا يعني هو ابرز ثلاث مشاكل طبعا. يعني هون عم نحكي مي كهرباء، وعم نحكي موضوع انه في اهلنا قاعدين باماكن مفتوحه، وكمان هون بنطلب من الاشخاص اللي عم بيأمنوا مراكز ايواء كمان ينزلوا يطلوا ويشوفوا. يعني نحن بحاجه اكثر لاماكن انه يقدر يقعدوا على القليله تحت سقف، ونأمن لهم الدفا والمتطلبات الاساسيه وحقهم بكل معنى الكلمه 100%. ونحن يعني الحمد لله هيدي المرحله اللي عم نمرق فيها فرجت قد ايش الشعب اللبناني واحد وموحد وبيقف حد بعض، جميع الطوائف كلها. نحن في الايادي البيضاء مبادرات فرديه عم تيجي تطل وتدعم وبمقدوره. نحن يعني هالمرحله بينت قد ايش الشعب اللبناني متكاتف. صح صح، وهيدا هو الحقيقه وهيدا هو الواقع يعني. صح، وبينت على الارض بعز الازمه. صحيح، كنا شعب واحد ويد واحده وبنقف حباب. فعلا فعلا، وما بنفرق ابدا. بالضبط. هون يسمح لي اشكر كل شخص عن جد فتح بيته وفتح مكان صحيح خاص له ليقدر يستقبل اهلنا هالضيوف الكرام. يعني اليوم معلي بدنا نكون عم نحكي بهيدي الطريقه، اليوم اهلنا، وبدي ارجع اكررها يمكن كثير عم اقولها، هن اهل العز وهن عيونهم شبعانه وهن اضطروا وانجبروا انه يتركوا بيوتهم ويظهروا، علما اذا هلا ان شاء الله وهيدا تمني يتوقف اطلاق النار ويكون ما بقى في اي خطر عليهم، لو بدهم يعمروا او يحطوا خيمه بارضهم وبرزقهم وحد هالحجر اللي بقي من بيوتهم، بعتقد ما بيقصروا وبيفلوا. احمد بعدك معنا؟ الو ايه عم بسمعك. يعني هيدا هو المشهد، فكرمال هيك نحن بدنا ننقل صوت اهلنا، لكن نتمنى من كل الاشخاص المعنيين انهم ينتبهوا لموضوع المي والكهرباء. يمكن اليوم ركزنا على مركز العزاريه لانه حضرتك المشرف العام لهالمكان، ولكن بدي اقول انه هيدي من الامور الكثيره اللي عم بيكون فيها نقص بكثير من المراكز والمدارس، فنتمنى انه يكون في لها حل سريع جدا. انا بدي اشكرك احمد صوفان. استاذي لارا، نحن المعنيين الحمد لله عم بيجي يطلوا يكشفوا بمقدورهم عم بيساعدوا، بس نحن طبعا ايضا هالابرز ثلاث مشاكل نتمنى حضرتنا عالجونا اياها، ونحن لهم من الشاكرون. وشكرا لكم، ما عم بتقصروا وعم بتكونوا من هالعيله الكبيره مع اهلكم ومع ناسكم على الارض. شكرا، هيدا واجبنا ونحن في خدمه الناس. طبعا طبعا ما في شك، يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله يا رب يتأمن كل الأمور اللي ذكرتها، وخاصة هون بدي أرجع أكد نحن بوضع برد، بكرة جاي شتاء. يعني دايما عم أقولها الله عم يلطف فينا أنه بهالوقت بعده ما في شتاء، بعده ما في هالأمور، فكرمال هيك جايين على وقت صعب كتير جدا. بدي أرجع أكرر وأقول لأهلنا عن جد فعلا صمودكم من صمودنا، هيدا البرنامج لألكم، وإن شاء الله بنكون عم نوصل كل أصواتكم وكل
احتياجاتكم. بدي أشكر مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، وبدي أشكر كل فريق العمل اللي موجود، يعطيكم ألف عافية. كمان أنتم عم بتقاوموا، إن كان بالصورة ولا إن كان إخراج ولا كان بالإرسال ولا كان بأي حدا عم بيكون حاضر ليلا وبالصبح وبعد الظهر وبكل الدوامات. فشكرا لكم ويعطيكم ألف عافية، والله يحميكم ويحمي بلدنا الغالي. وبدي أرجع وجه تحية لأرواح شهدائنا، أحبائنا، زملائنا، اللي فعلا كان مشهد مبكي جدا، مؤلم جدا، ولكن نحن صوت ما بينطفي، نحن دايما مستمرين، نحن مكملين. هيدا واجبنا، نكون عم نوصل الصوت ونسلط الضوء على أعمال العدو الغاصب، وما في صوت بيسكت إلا بده يضلوا عالي لأجلكم أهلنا، لأجل جنوبنا وبعلبك وطرابلس ولبنان والضاحية الأبية. وكل ما يفكروا أنه بدهم يسكتوا صوت أو يسكروا كاميرا أو يسكروا أي شيء، بيطلع في أصوات كتيرة وأبطال كتيرة. شكرا لكم لحسن المتابعة، والله يحمي لبنان. إلى اللقاء.